فكانت يعني ما زي السيد السفير بتقعد الأربعة أسابيع حتى تبقى. أنا في أولاد كان بيسمونه أولاد الحكومة يعني مما راحت تم 7 سنين بفكر الحكومة دي بعد فنحن يعني لأول مرة أنا أطلع من بيتنا وأمش مدرسة وادي سيدنا وأدخل لي داخلية يعني. وأنا كانت بالنسبة لي تجربة يعني غريبة شديد. وأذكر إنه والدي الله يرحمه أخذني معه وركبنا المندوران وصلنا لغاية ما وصلنا المدرسة ونزلنا جنب النادي ومشيت أفتش السميفيات الداخلية ولقيت السميفية الداخلية الجماعة ومشيت شلت شنطتي ولحافي شنطة الحديد أيوة واللحاف ومشيت داخلية الجماعة استقبلونا الرؤساء بتاعنا الداخلية والمهم وضعوني في عنبر من العنابر. دفعتك منو كده؟ حقيقة معليش بس داير اكمل الحته دي لانه انا افتكر حته مهمه جدا. فانا لاول مره في عمري ذاك اطلع برا يعني. وبعد شويه ابوي فات وانا بقيت براي. انا يعني ابتديت يعني انا بفكر شخصيتي ابتدت تتكون وابتديت يعني على الاقل انه اعتمد على نفسي يعني. انا دلوقتي ذاك عمري 11 سنه يعني نعم. اقصد لا 15 16 سنه. فلاول مره يعني انا بفكر اعتمد على نفسي. وبل يعني بحكم النظم السارية في المدرسة أنا ابتديت أتعلم حاجات كثيرة. أنا تعلمت إنه أقوم من الصباح أنظم السرير بتاعي أنظم السرير وأطبق البطانية وكده. وده في الوقت اللي إنه أنا لما أشوف الحاصل هسه بالنسبة لأولادنا بيستغرب يعني الواحد فيهم يقوم من الصباح يجي عليك بطانيته هناك وتنقل يعني ما يهتم. يعني إذا علمت إنه أغسل هدومي وراي أكوي هدومي يمكن لغاية الساعة يمكن أنا ما بقول لزول أديني موية يعني بحاول أخدم نفسي بنفسي. فأنا أفتكر إنه يعني دي حكاية مهمة جدا. المدارس الليلة ما عادت هي المهم أنت بتمشي فصل وبيدوك حصة وبتطلع وتجي البيت ويعني ما بتلقى كل هذا أكاديمية. البروف زي فتح لنا مجال كده بتاع عنده يعني المدارس الثانوية عادة بتكون يعني الأساس في تكوين الشيء.